تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، فأنعم بوسام الرسوخ من الدرجة الثالثة على عدد من كبار الضباط من المكتب السلطاني وشرطة عمان السلطانية وجهاز الأمن الداخلي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 40 المجيد. قام معالي الفريق أول علي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني بتسليم الوسام.